يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أتم المسافر الصلاة فهل يجوز لي أن أقصر خلفه؟ إذا أتم مسافر لا، إذا أتم الإمام يلزمك الإتمام سواء كان مسافرا أو كان مقيما. الصحابة أتموا خلف عثمان رضي الله عنه في منى وهم يرون القصر، لأنه يلزمهم متابعة الإمام. قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ثم به. نعم.